اهلا، السلام عليكم بنات، شخباركم؟ كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، مع نهار جديد ومع فيديو جديد. كيف صبحتوا؟ كيف بقيتوا؟ ايوا ان شاء الله كلكم بطاقه تكونوا ايجابيه وبراحه البال وناشطين وكل شيء. فغادي نتقاسم معكم ان شاء الله النهار ديالي، وخاصه صراحه هاد النهار راه الضيم طايح عليا، ولكن ما عندنا ما نديرو. سمعوا اريج براسه مازال كتبكي. المهم تعرفوا من بعد علاش، وخا صراحه حاولت انني من بينش قدامها شي حاجه، ولكن ما مشات حتى حسات وبقات مديرونجيه الخاطر ديالها. المهم قلت لكم ان شاء الله غنشارك معكم هذا النهار، وخا صراحه انا ما حاساش براسي مرتاحه، ما حاساش براسي مزيانه، ولكن ما عندنا ما نديرو. سنه الحياه هي هذه، والحمد لله على كل حال. هنا البنات راني كنت قاسم معكم الصباح ديالي كيف ما كتشوفوا، كنوجد فيه الفطور، في كل نهار حاولت انا ندير شي حاجه كي بحال هكا. صافي بديت هكا كنقاد الفطور وكنحط الفطور باش هكا غادي نوض نفطروا، كانوا باقيين فهاد الساعه كلشي باقي ناعس. راه هاد الوقيته اللي كتبكي فيها اريج راه غير في المونتاج، ماشي في لا فيديو. في اما لا فيديو الصوت الحقيقي ديالو راه مقطوع له الصوت. ايوا مهم البنات اللي قالوا لي راه حتى حنا ضربنا البرد وهذا، فراني عارفه اللي كاين اغلبيه ديال البنات صحباتي وداكشي اللي كنعرفهم كلهم ضربهم البرد، لان هاد الوقيته الجو مبدل وكيتبدل علينا، ما كنعرفوش كيفاش غادي نلبسو، وسورتو حتى الا مشيتي غير دوشتي ولا شي حاجه كتاكليها. فانا ديجا مريضه وهنايا مشيت دوشت من بعد، مشيت تسخرت وداكشي ورجعت دوشت، حسيت براسي زدت تكملت. يعني انا فاطمه من خفاف زدت تكملت، لان فريمون في الزنقه كاين لهاد النهار الموت ديال الصاد، يعني واحد الحراره مجهده مجهده مجهده، ومني كتدخلي للدار كتحسي بواحد البروده. وسورتو كي قلت لكم قبل انا عندي كولونديري، واش نقول لكم؟ راه لا اله الا الله، وصافي هذا ما كان كيبقى يلعب عليك هكا وهكا، دونك ما عندنا ما نديرو. المهم معروفين ملي كيجيو يتبدلوا الفصول ولا سورتو فصل الخريف، فاكيد في داك الوقيته يعني كتحسي براسك ماشي هي هذيك تما ضروري من المرض كيجي هذا ما كان. المهم شكرا بزاف البنات للدعم ديالكم وكومونتيراتكم زوينه، وما تنساونيش واحد اللايك وخليكم معايا. حبوباتي لقيتوني خارجه دابا غاديه لعند مول الحوت، لان قال لك والو بغاو ياكلوا هذاك الشطون بقرونيس، قال لك بغاو بقرونيس ولعدس هاد النهار. عييت ما نقول لهم زعما شي حاجه، هادي والو، قال لك هما بغاو بقرونيس ولعدس، توحشوا ماكله ديال ديال المغرب الحوت وداكشي. قال لك فيه واحد البنه خطيره، واخا كيبغيو يديروا داكشي ليه ماشي كي بحال. ايوا المهم دابا لقيتوني يلاه عاد خرجت حاشاكم، رميت بعدا غير لا بوبيل خرجتها معايا، و صافي هزيت الطوموبيل وغاديه دابا لاخر اللي عند مول الحوت مصاب وقع عنده الشطون، اولا حنا كنقولوا له الشطون. المهم هو بقرونيس، لان قلت لهم واش نجيب لكم شي حوت اخر من غير مثلا ميرلون سول، قال لك لا بغاو هما ضروري بقرونس. ايوا دابا صبغي نلقى لهم هاد بقرونس.
داكشي اللي كاين. المهم ها انا وصلت لعندك، نمشي نوقف الطوموبيل هنا ونمشي لعندك. هو هذا ما بقيتش البنات الحوت قدامي، وجيت للمارشي ديال سلوان هو اللي لقيت عنده الحوت. المهم خديت هذا، خديت بقرونس. حتى البنات هانتوما شوفوا، ماما لقيتها غادي توجد العديسة، جبت هنايا القزبور وجبت الحوت. نوريكم الحوت اللي خديت، خديت هذا لقيت كيلو ونص، كيلو ونص اللي لقيت صافي لا غير. قلت له اراه لي مشيتي معطله. وخديت هذا ماشكا عيطو، شو تعيطو له؟ الزبيطه. قلتها لهم، كنقول لهم الزبيطه البنات كيقولوا لي لا، حيت السونتر كنقول لهم الزبيطه تيقولوا لي لا ماشي الزبيطه. هنا كيعيطوا له يمكن البوغا ولا ما عرف شي حاجه كي بحال هكا والله ما عرفت. المهم هادشي اللي كاين. من بعد ما رجعت مشيت درت واحد الدوش خفيف باش نخفف زعما، لان كي قلت لكم كانت واحد الحراره، وكاين حتى الغط بحال من بعد شي مرات كتبان السما بحال الا راها متقله، ولكن كاين الشوم داك الصهد فهمتوا. ما عارف كي ندير نفسر لكم، واخا الشمس كتكون هكا مغطيه ما كتبانش، ولكن كاين الصهد. هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي جيت قلت زعما ندخل ندوش نخفف وداكشي، ساعه ما زدت غير كملت على راسي هنا صافا، هنا راه ما حاسه بوالو، ولكن على ما دابا جا الليل وداكشي صافي حاسه براسي راه تخنقت ديال بصح مخنوقه، وفريمون راني مخنوقه كنقدرش نتنفس من نيفي. ايوا صافي على لا قلت لكم مشيت عاد بديت طلعت للفوق، جمعت واحد شويه بيتي وقديت الحوايج اللي خاصهم يمشيو يتصبنوا، ولكن فاش مشيت نصوب الحوايج باش يتصبنوا لقيت الماكينه خاويه عندي، قلت ما غاديش نطلقها خليها حتى الليل، عاد نطلقها. ودابا راه الليل دابا فقيت اللي كندير لكم المونتاج راه الليل، ولكن رغم ذلك ما طلقتهاش لان عاود قلت خليها حتى الغدا ماشي مشكل. ايوا مهم ودز كي قلت لكم جمعتها بيت النعاس، قديت واحد شويه راه عندي ناموسيه ديال اريش فيها الحوايج كخاصني نطويهم، فتلي خليتهم قلت من بعد نطويهم، لان راه ما يمكنلكش ديري كوشي من از جوسكا زيد، راه ضروري تخلي شي حاجه. المهم غير ما يتكاثرش عليك داكشي يتجمعوا صافي. وهبطت عاوتاني هاد السيجور حتى هو قديتو، كيف ما عارفين هو اللي كنجلسو فيه مع اونفاس ديال التلفازه وكلشي، غالبا ما هو اللي كنجلسو فيه باش حتى تكرفز وداكشي كيبقى فيه، هو كيجيني ساهل للتنقيه ولا التصبين ديال هادو طليمطات ديالو، هذا كيجيني ساهل ماشي كي بحال غنجلس في الصالون. وهذا واصلا هاد البلاصه هادي اللي كتحسي بها كتجمعنا كاملين سبحان الله العظيم. صافي هي هذيك حتى هو قديتو هكا، وزولت هاد الزربيه وداكشي حطيتها برا على ما جاء ناس ونفضها معايا، وخليتها ما درتهاش الصراحه، لان من بعد غادي يمشيو ضيافي باش قلت لكم انا راه غنتازم هاد النهار، بعدا نتوما مازالني عاد في البدو ديال لا فيديو، اما فريمون تازمت، ولكن المهم عندنا ما نديرو. في الليل قلت لكم عاد مشيت وسيقنا وداكشي وجمعنا الروينه ديالي يعني كامله اللي خاصها تجمع. المهم ما تقاسمتش معكم داكشي، واللي كنقد عليها انا كنتقاسمو معكم. مشيت باش كنوجدوا الغداء، وانا كيبان لي بان الخبز عندي ناقص، عاد صيفط زينب تشري لي الخبز. عرفتي راني تروحت شد لي الحلق ديالي مع الجو مقلوب، ما كتعرفيه واش صيف واش برد واش ما نعرفش شنو، مره صد 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 مره كاين البرد. المهم لا اله الا الله دخنا مع هذا الجو. ايوا مهم مع مره واحد كيلبس مره كيزول، عاود الدوش ما كتعرفيش كولوندير، ما تعرفيش كيفاش تجي. كتعرفوا هذه الوقيته ديال الخريف ضروري ما الجو كيتقلب وسهل باش نمرضوا، حتى المناعه كتكون هابطه. قلت لكم يا لالا صيفطها جيب واحد الخبزه تزيدها لنا، وعاد غادي ندوزو باش نتغداو. يلا حطيت الطبله انا نمشي نوريها لكم. صافي هما غادي يتغداو وغادي يشدو الطريق يمشيو بحالاتهم دابا، صراحه ما سخيناش
كان عندي كندير باش نحصرهم، وكان راني حصرتهم ولكن ما عنديش، لان ديجا راني زادوا معايا نهار غير بالصيف، لان بقيت كنقول لهم زيدوا زيدوا زيدوا، وكيف ما عارفين يعني الطياره عندها واحد الوقت محدد ما يمكن لهمش يديباسي، ولا فضروري خاصهم يمشيو، ما خصهمش يزقلوها. ايوا الا زقلوها مشى لهم البيي، خاصني نوجد البيي نخلص عليهم البيي. حتى دابا الكارثه، حتى الا جيت نخلص البيي راه ماشي بقى غير في الخلاص ديال البيي، بقى في الكونجي ديال خويا ما عندوش الوقت بزاف، لا هو ولا مرتو، راكم عارفين اللي خدامين وهذا، راه ما عندهمش كيف يديروا، يعني جايبين وقتهم مضبوط. ايوا المهم شنقول لكم، الدوام ليلا هذا ما كان، يا زين جابتنا واحد الخبيزه باش نمشيو نتغداو، نمشي نوريكم الطبيله. صراحه ماما هاد النهار هي اللي وجدت داكشي، وها هي الطبيله ديالنا كيف ما كتشوفوا. يلا عاد قديناها، دابا غادي ندوزو باش نتغداو، وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما البنات الغديوه ديالكم. انا كيف ما عارفين قالك والو، بغاو الشطون، دونك مشيت شفت لهم بوكرونيس هو الشطون. هذه الشرموله اللي كتبقى التاليه اكيد كنديروا لها حنايا الدقيق، وكنخلطوها مع شويه ديال الماء الا كان ضروري خاصو يتزاد، وكنديروها هكا كريصات كيجيو يا سلام بنانين. وهذه الزبيطه، حنا كنقولوا لها الزبيطه هنا، ما عرفتش كيعيطوا لها، كنظن البوغا يمكن، الله اعلم. صافي اكيد الهريسه وشويه ديال الزيتون حامض. وهاد النهار صراحه ما درناش لهذاك العصير، درنا الموناضه. وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما البنات الغديوه ديالكم. دابا غادي ندوزو نتغداو، ومساكن من بعد من الغداء اكيد كاين الوداع، ما عندنا ما نديرو، الدوام لله كي قلت لكم ضيف ضيف، وخا يبقى عندك شتا وصيف، رغم انهم هما ما جابوش اصلا الوقت بزاف، كلها 4 ايام كنظن داز الطايره هادشي اللي كاين. يلا غزاله ديالي خليكم معايا، اللحظه اللي ما كيبغيها حتى شي واحد، واللي ما كتبغيها ما كنبغيها لا انا لا نتوما لا كي قلت لكم حتى واحد، هي دابا. مهم مش نقول لكم الدوام لله، من الصبح الصبح وانا نقولها بحال راه شي حد مات الله يسر، ولكن بصح راه الدوام لله هادشي اللي كاين، ما عندنا ما نديرو، اي حاجه عندها بدايه ونهايه. كنت كنتسناهم فارغ الصبر باش يجيو، وانا موحشاهم، ودابا غادي يمشيو بحالتهم وانا موحشاهم الصراحه. شو ماما فين مشات البنات، شوف راه هي لهيه شتيها فين مشات، كتسنى خويا على ما يدير امر شويه يمشي عندها، لانها ديجا جربت داك المره كيف ما شفتو، تعقلوا شنو وقع الاريج، بدات تبكي وتغوت، قالت لك والو علاش مشات عليها. دابا يلا خويا طريق السلامه، تهلا نتعيطوا، لان بقات كتبكي اريج بزاف. وشوفوا هذه حتى هي كتبكي. ومروه صافي حبيبه، وصافي وصافي، شوف صراحه ما سخيناش بهم، والله ما سخينا بهم، ولكن ما عندنا ما نديرو، ما عندنا ما نديرو. هي اريز عاد دابا فقت من النعاس، ايك حبيبه عاد فقتي من النعاس. كاين الريح، يلا اجي ندخلو حبيبه، اجي ماميتو، اجي ماما مسكينه ملي كطلع هي. باي باي، الله يوصلكم على خير، كدي لي باي باي من البعيد، حيت الا شفتها اريج صافي تكفسات. يلا باي باي، يلا زيدوا تدخلوا، يلا يلا بنتي يلا يلا، ادخلي يا زينب ادخلي.
الشغالات ديالي من بعد ما ساليت شغالاتي اللي خاصني نساليهم منهم. منهم قضيت اموري هنايا في الدار ومشيت للسونتر وجيت من السونتر كتشوفيها بدابا بحال راني دابا كنعاود لها هي باش راها مكالميه. انا الا شت تما فيكم غادي تستغوت حضيو. المهم دابا المهم حتى لي ديال الليل عاد غادي نكمل لكم لا فيديو لان خرجت كي قلت لكم ما بقيتش هنايا. غادي نشارك معكم الكادويات ديجا اللي راهم جابهم لي خويا ومرت خويا. من هنا كنقول لهم شكرا واخا صراحه انا قلتها لهم. المهم بالنسبه لي انا صراحه المجيه ديالهم اهم من كل حاجه، ماشي ضروري انه يجيبوا شي حاجه ولا. والله يا بنيتي مالك، ماشي ضروري انهم يجيبوا شي حاجه باش نشوفوهم. هادي دابا شحال من عام ما شفناهمش بهذا الوباء اللي كاين وهذا. صراحه توحشناهم لدرجه اننا كنهضروا معاهم ما كرهناش ان ندخلوا من التليفون ونكونوا مع بعضياتنا، ولكن اي حاجه يعني بالمكتب هادشي اللي كاين. وسبحان الله العظيم كل ربي فين مكتب له طريف ديال الخبز، كل ربي سبحان الله فين مكتب له العيشه ديالو. فالحمد لله على كل حال هادشي اللي كاين. غادي نبدا معكم بهادو هما اللي غادي نبدا معكم بهم. هادو جابهم المروه والزنوبه، هادو صراحه زوينين بزاف بزاف بزاف، كيلعبوا بواحد الطريقه اللي هي زوينه. المهم هما صراحه كيتمشاو، كتبقاي ديري معاهم هكذا دي موفمون وهما كيبقاو كيتحركوا. مثلا انتما غندير لهم مثلا بحال هكا، شوف كي غتبقى دير بحال هكا كنكاريسيها وداكشي، كتبقى كيعجبها الحال وكتبقى زعما كتهداك منهم بزاف الحاجات. المهم مرت خويا راه عطاتني الكتاب ديالهم وداكشي، راني شفتو كيفاش كديري لهم. يعني كتكوني هكذا حاطاها كديري لها بحال هكا ثلاثة المرات. شتي كي كتبقى ديري يعني كديري معاها شي حوايج وهي كتبقى يعني كتهذا تكاغيسيها. المهم هما عندهم كتابهم كيبقاو يلا كتشعل الموسيقى تشعل الموسيقى. مروه ورساليو بصح رجعت. كيف كدرتي دابا باش تشعلي الموسيقى؟ كان فاش كانت تكون طفيه وكان نجي ندير لها بحال هكا. كتبدا دير الحصان، زود الحصان وما كتنقص الاغنيه، كنبقى عاود نبرك هيا تلقات الموسيقى ولا كانت كدير طب. المهم كيديروا بها بزاف ديال الحاجات. وبالنسبه للروجه جابوا لها هذه كم عارفين، وفيها بزاف ديال الحاجات حتى هي صراحه عجباتها وكتلعب بها بزاف. جابوا لهم هاد الشوكولا اللي جاي بحال هكذا، المهم فيه هنايا بزاف. جابوا هادي وجابوا هادي حتى هي راهم عامرين هكا. جمعيهم درتلي بيتيز ياك. بالنسبه للراجلي جابوا له هادي حتى هي زوينه الصراحه، فنه كتجي في اللبسه خطيره. المهم ديجا راه تيستاها ولكن صراحه زوينه بزاف. وواحد الفول عاوتاني اللي جاي بحال هذا الشكل هذا، والله زعما شكرا لهم على خطيهم. راه الله يحسن العون، راه باش الواحد يجي من هذا ويفكر في كل واحد باش يجيب له واحد الحاجه، كل واحد يجيب له واحد الحاجه زعما الله يحسن العون. غنزيدكم واحد الحاجه، راه ماشي غير حنايا اللي عندنا لي كادو، راه حتى بيغلا عندها الكادو. باش عندكم شي وتعايرونا الله يخليكم في لي كومونتير. ها انتم اختي القطيطه ديجا راه حنا مقطعين لها من هنا وعطيناها لها وحماقت عليه، جاي داير بحال الشكل واحد العود هكذا بحال هكا، كون صراحة حماقت عليه. حتى هي جابو لها كي قلت لكم، راه ديجا أنا عطيت لها منهم. جابو هنا لي شوكولا ماشي ماغس وسنيكرز وبونتي وتويكس وميلك واي، جابو هادي مخلطة فيها بزاف. هادي زعما قالك هادوك الشوكولا البنات كل وحدة وديالها، وهادي زعما ديالي أنا وراجلي. جابوا البنات هنايا الكومات لي غوم المروه، جابوا لها هادو ديال البانغوان
هادو غومات يعني اللي كيمسحو. وبالنسبه للزنوبه جابوا لها هادو. شنو هادو؟ سنجاب. سنجاب. انا ماما نشوف ها هما دي بانغوان. وهذا جاب لي هنايا شو سميتو، هادو جايين بحال الشكل ديال واحد باستيات كديريهم في فمك اللي فيهم بزاف ديال الحاجات. هادو صراحه فنين، انا ديجا كناخذهم دائما، سواء مشيت سواء جا هو كيجيبهم لي. هذا فيه المغنيسيوم وفيه فيتامين سي وفيتامين بي 6 وفيتامين بي 12. هذا شفتو دابا مع راني انا مريضه، هادو هما المكتوبه ديال هادوك ديال دابا راه حلوهم الكراتون ديالهم، حتى انا صراحه حليت ماشي غير هما. جابوا البنات هادو ديالي، هادو هادي مازال مشدوده، هادي مازال مشدوده، كاينه واحده هنا محلوله لا راه مع بابا. هكا جايين ستيلويات وواحد البلاصه هانتوما، واحد البلاصه جايين ستيلويات عاديين بحال هاد لابارتي فيها ستيلويات عاديين، وهاد لابارتي فيها ستيلويات كيطلقوا بحال البريو. المهم جابوا زينب ديالها ومروه ديالها، جابوا لنا حنايا هكا شوكولا، حتى هذا زوينه البنات. هي ديجا انا راني ديما كيجيبوه لي، وديما ملي كيكون عندهم كيشريو هذا مزيوان. شنو اخر جابوا هنايا؟ لي شامبوان هادو صراحه مزيونين. انا صراحه شحال كنت كناخذ باليه بزاف، سورتو ملي كنت كنمشي كنجيبهم بزاف، ومني كان حتى هو كيجي كيجيبهم بزاف، ولكن مع هاد المده هادي اللي ما تشوفناش بقيتش كناخذهم. وجاب لي هادو صراحه زوينين، حسن من هادوك اللي كانوا شحال هادي قدامين، راهم باقيين كيتباعوا في الدائم، ولكن هادو زوينين زوينين زوينين، حيت انا ديجا مستعمله ديال الكوكو مزيون. جابوا لي ثلاثه، وهنايا جابوا لي الكالسيوم. هادو البنات من عند الدي ام، والله الا فنين ورخاصين، يعني ماشي غاليين. هادي ملتي فيتامين، فيها بزاف ديال لي فيتامين، وهادي فيها الحديد وفيتامين سي، وهادي فيها المغنيسيوم. المهم صراحه هادو حتى هما زوينين، دائما ملي كنت كنمشي اولا ملي كيجيو كي قلت لكم كناخذهم بكثره، لانهم دي فيتامين كي قلت لكم. والدائم صراحه كتبين شي حوايج اللي فيها اثمنه زعما زوينين. جابوا لي واحد الساك اللي حتى هو غزال، وديال الصراحه ديال البرد، يعني ديال الوقيته ديال البرد، جاي ديال المبره، ولا كولور ديالو جاي في واحد الفيغ بيترول. المهم زيون، شوفوا كي داير بالسميطه ديالو، وراه منين زعما يعمر راه غادي يوسع، لان هانتوما فيه هاد البلاصه هادي، فيه هنايا واحد الجيب، فيه الوسط، وعاد فيه هاد لابارتي هادي، وعاد هنايا عاود. المهم الصراحه مزيون، صعبة ما حطيها هذيك سير هذيك ديال الناموسيه، بقاتها اريج بقاتها اريج. بالنسبه للاروجه شوفوا واحد الكولون مزيون كيحمق، وغادي يجي قدها. والحاجه اللي زعما سبيسيال فيه شوف البنده ديالو، تي زعما واحد السريول مع البنده، يا سلام يجي غزال في اللبسه. وعاوتاني واحد تريكو اللي جاي بحال هاد الشكل، حتى هو ديال اريج بحال هكذا، ومعه البوني ديالو الطاقيه ديالو داكشي عرفتي ديال البيبي، يا سلام. وهنايا كاين واحد التقيشرات اللي تا هما جايين مزيونين وسخيخ، منين غلاضين جايين بحال هاد الشكل هذا ديال الاروجه. وانا واحد الحاجه زعما سبيسيال ديالي انا، اللي صراحه شنقول لكم، حتى هادو جابوهم لكم، هادو هاد الملوانات لا هادو صافي حتى جابوهم لكم. المهم قلت لكم شي حاجه اللي بروفيسيونيل، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي كنت دائما كنتمنى انها تكون عندي، وكنقول مازال الحال دابا من بعد، مازال الحال دابا من بعد وناخذها، وسبحان الله ما كتبش انني ناخذها، ولكن دابا هو جابها لي، اللي هي ستابيليزاتور. و اكيد ماشي كلشي غيعرفها، لانها سورتو كتكون عند لي بروفيسيونيل في التصوير،
اللي هي هذه شي حاجه اللي واعره واعره. انا صراحه ما كنتش دايره عيني فيها، ولكن كنقول من بعد علاش، لان صراحه دايره الثمن يعني ساويه، وكنت لقيتها ب 2500 درهم، وكل مره كنتسناها زعما تهبط ساعه كتهبط شي حاجه قليله. وبما ان زعما راكم عارفين هما الاثمنة عندهم فهاد الشيء كيكونوا كوميم شويه، ماشي بحالنا حنايا بحال التليفونات وداك الشيء كيكون عندهم شويه رخاصين علينا حنايا. فخدها هذه وشكرا ليلو بزاف لهلا خطيه شي حاجه اللي هي زوينه كتحكمي فقط من هاد البلاصه، غير كتهبطي بالحق. خصك ضروري تكوني مهبطه لابليكاسيون في التليفون باش تقدي انك تحكمي في التصوير. وملي كتكوني هكا غدا مثلا، ملي كنكون انا غدا كنفلوغي معاكم وكنكون كنتمشى، فاكيد التليفون حتى هو كيبقى يدير معايا هكا ملي كنكون كنخلف. دونك هذه ملي كتكوني كتصوري بها البوزيسيون ديال التليفون كتبقى مفيكسيه، ماشي كتبقى هكا مفيكسيه يعني ما كتبانش يدك حتى دير هكا، واخا انت كتهزي هي كتحكم في التليفون. المهم عارف كي غادي ندير نقول لكم يعني الناس اللي راهم يعني كيعرفوا بحال هذا الشكل راه غادي يفهموني شنو بغيت نقول لهم. دايره بحال الشكل بحال نعت لكم مثلا داك الكاميرا كي كيكونوا هكا مهزوزين في السما في الحفلات، ماشي ما كنهضرش انا على الدراون، لا كنهضر على داك الكاميرات اللي كيكونوا هكا كيصوروا من الفوق ولا هكا بحال هكا، يعني هي كتخلي واحد البوزيسيون. مثلا الا جات تهبط هكا الكاميرا ما كتبانش غاده وهي كدير هكا ولا شي حاجه، بالعكس كتهبط بروفيسيونيل عاود ملي كتجي تطلع. المهم هادي الصراحه اللي هي شي حاجه اللي واو واو واو. المهم هو كلشي الله يخلف عليه وشكرا ليه وهذا، ولكن فريمون ملي كتحسي بشي حد هكا كيفكر في شي حاجه ديالك اولا الخدمه ديالك راه باغي لك غير الخير. حاجه واحده اخرى اللي هي التريبي، حتى هي جابها لي مسكين، ها نتوما تريبي يعني شي حاجه اللي حتى هي ضروريه في الخدمه. وكيف ما عارفين تعقلوا على فاش كنطرت لي هذيك طاحت على الكريستال وتهرست، بقات لي وحده اللي هي دابا انا خدامه بها. ودابا ها هو جاب لي عاوتاني تريبي وحده اخرى. بالنسبه للبنات لهادي هادي حتى هي راه تريبي، راه حتى هي عندها هذيك ديالها هنايا صراحه كيما هي ها هي حتى هي ها نتوما بحال هكذا، غير هي قصيره ماشي طويله، يعني هادي راه كتلصق هنايا كطول وكتلصق بحال هكذا شفتي، وهكا يمكن لك تقطيها وتحطيها هكا وتصوري بها وكلشي. ولكن هادي لا هادي داك الطويله اللي كتحل بزاف، ها نتوما فيها هنايا الرجلين وداكشي كتحل بزاف، تلي كوموند ديالها بحال هادي فوتوكوبي اللي انا عندي بحالها، اكيد معاها هادي اللي كتلصق هنا اللي كتشد التليفون. المهم هادو صراحه خرجوا واعرين، حيت انا دابا دوزت منهم هادي الثالثه، الاولى كانت هرسات لي، الثانيه هي مازال خدامه عندي بها، ومن شحال هادي راه ماشي زعما راه من شحال هادي وهي عندي، ودابا هادي الثالثه اكيد خصني نحافظ عليهم باش ما تبارك الله ما شاء الله لا نمشي نقوص عليهم اختي. اي راه العينين ديالنا حنايا حنا نقدروا نقوصوا على حاجتنا ما شاء الله، عين المحبه كثر ياك. ايوا المهم هادشي اللي كاين الغزالات ديالي، فمن هنا كنقول له شكرا ولله يخطي ولله يكبر بيه كيف ما دائما مفكر فيا ومحمر لي وجهي وبزاف ديال الحاجات. والله العظيم زعما الصراحه الخوت راه ما بحالهم حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين صافي الغزالات ديالي هاد هما لي كادو اللي جابهم لي خويا ومرت خويا بجوج بيهم، شكرا ليهم الله يكبر بيهم. وان شاء الله مساكن مشاو كيقولوا لنا ضروري تجيو عندنا ضروري تجيو عندنا، كنقول لهم ان شاء الله انا وانس كنقول لهم ان شاء الله نجيو ان شاء الله، علاش لا ترخف غير القضيه وما تبقاش مزيره وهذا، فاكيد ان شاء الله علاش لا نمشيو حتى حنا ونعاود نبدلو نجيو. صراحه توحشنا لالمان والله الا واخا صراحه كنمشيو لها في البرد كنلقاو دائما السما كري، عمرني مشيت ولقيت السما زرقاء مره واحده، اللي نهار واحد الصباح كنت يلاه فقت وشفت السما زرقاء وحسيت بحال هذاك الغمه طارت وانا ندير له ياس السما زرقاء وبدا يموت بالضحك عليا، وحنا دائما هكا ايوا لا اله الا الله ماشي دائما يعني في داك الوقيته ديال البرد اللي كنمشي انا فيها. ايوا صافي الغزالات ديالي هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، شكرا بزاف للدعم ديالكم وكومونتيراتكم التحفيزيه اللي دائما كتعطيني واحد الشحنه ايجابيه وكتخليني دائما نكون اكتيف. لاله خطيكم هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، انا طايح عليا الضي ما نكذبش عليكم، ولكن كنحاول انني نكون دائما بوزيتيف هادشي اللي كاين، لان دابا حاليا بقيت بوحدي ما عندي ما ندير. الضيف ضيف خايب عندك شتا وصفر، رغم ان مسكين ما قش معايا بزاف وجاب الوقت ديالو
قصير ما عندنا ما نديرو. فالحمد لله على هاد الطليله ولا والو، وان شاء الله نتشافوا ان شاء الله في ساعه مباركه مسعوده وفي الخير. وتحيه كبيره خويا الاخر اللي توا مازال ما شفتوش، لا هو لا وليدات ولا مرتو، فالله يخلينا على خير ان شاء الله حتى نجمعوا في واحد الوقيته اللي تكون زوينه وناشطين وفرحانين. وحتى نتوما الله يخلي لكم حبابكم وعائلاتكم وخوتكم ووالديكم، الله يطول في عمرهم ويحفظهم لكم. اكيد اي واحد توفى له شي حد الله يتبعنا به مسلمين، هذه الدنيا غير مدينه الغرور، هادشي اللي كاين. الفراق صعيب، ماشي صعيب، ولكن الله يرحمنا وحنا مازالين حيين، هادشي اللي كاين. اما راه الدوام لله. تهلاو في راسكم، بيزو كبيره ليكم، شكرا بزاف على المتابعه ولا لخطيكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. باي باي.